نشرة ثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. قوات البنيان المرصوصة تتقدم في الحيين 1 و3 بمدينة سرت، وتعلن سقوط 38 شهيدا وأكثر من 185 جريحا جراء مواجهاتها ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة يحملون المجلس الرئاسي مسؤولية حماية الأسر العالقة في منطقة جنفودا ببنغازي، ورابطة مهجري بنغازي تحذر المتورطين في قصف جنفودا من الملاحقة قانونيا. مارتن كوبلر يقول إن ليبيا تحظى بدعم دولي من أجل وحدتها، والمبعوث الأمريكي لليبيا يعلن استئناف جولات الحوار السياسي الليبي قريبا من تونس. قال عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أبو بكر مصطفى إن حصيلة شهداء قوات البنيان جراء مواجهات يوم أمس في سرت ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة ارتفعت إلى 38 شهيدا. وأضاف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الشهداء من مدن مصراتة وسرت وسبها والجفرة وطرابلس، وقد تم نقلهم إلى مستشفى مصراتة المركزي. وأوضح مصطفى أن عدد المصابين جراء اشتباكات يوم أمس ارتفع لأكثر من 185 جريحا تفاوتت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والحرجة. وأكد عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أبو بكر مصطفى أن قوات البنيان تقدمت يوم أمس بشكل ملحوظ في الحيين رقم 1 و3. وأضاف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان باتت تسيطر على أكثر من 70% من الحي رقم 1 و50% تقريبا من الحي رقم 3. وأشار مصطفى إلى أن قوات الدعم الدولي دمرت يوم أمس 4 سيارات مفخخة تابعة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، فيما تمكنت قوات البنيان المرصوص من تفجير 5 سيارات أخرى قبل وصولها لتمركزات البنيان، فيما تمكنت سيارتين من الوصول إلى التمركزات، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى حسب قوله. من جانبه قال المتحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية التابعة لعملية البنيان المرصوصة محمد جنونو إن سلاح الجو نفذ أمس الأحد 5 طلعات استطلاعية فوق مدينة سرت. وأوضح جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سلاح الجو لم يستهدف أمس الأحد أي مواقع على الأرض بسبب تداخل مناطق الاشتباك مع الأحياء السكنية. وأضاف المتحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية أن العمليات التي ينفذها طيران الدعم الدولي تأتي بالتنسيق مع غرفة العمليات الخاصة. وأكد عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوصة محمد سويب في نشرة في برنامج العاشرة أن ما يعرف بتنظيم الدولة بدأ استراتيجية جديدة في سرت عبر الهجوم بالمفخخات، موضحا أن التنظيم حرك يوم الأحد 12 سيارة مفخخة في المدينة. تنظيم داعش هذا اليوم اتبع استراتيجية جديدة وهو الهجوم بالمفخخات بأعداد كبيرة، حيث خرج من اليوم قرابة 12 سيارة مفخخة، والآن أصبحوا يعتمدون السيارات المدنية ويتم تفخيخها، حيث تم طبعا تفشير 4 أو 5 سيارات مفخخة من قبل قوات البنيان المرصوص. ورأى الناشط السياسي محمد فؤاد أن هناك قرارا سياسيا يعيق تسليح قوات عملية البنيان المرصوص حسب قوله. يبدو أن هناك قرار سياسي من المجلس الرئاسي أو من الحكومة، لا أعلم من يعني، لا يريد تسليح قوات البنيان المرصوص. هذا ما نشاهده، هذه الحقيقة. يعني هناك استنزاف لهذه القوات وعدم الرغبة في تسليحها وعدم الرغبة في خروجها من معركة سرت أقوى مما هي عليه. والا فلماذا لا يتم تسليحها؟ يعني لا توجد، لم تصلهم حتى الذخائر. استهلاك الذخائر من ذخائر كلها ذخائر قديمه جاءت منذ ايام حكومه الانقاذ. ولتفاصيل اكثر ينضم الينا عبر الهاتف من وسط رئيس المركز الاعلامي لعمليه البنيان المرصوص احمد هديه. سيد هديه، بدايه ما هي اخر التطورات في سرت اليوم؟
يعني بعد المعركة الكبيرة والمرحمة التي كانت يوم الأمس، هذا اليوم لم يشهد تطورا حتى اللحظة في التقدم على الأرض، وإن كان هناك يعني إصابة لعدد من شبابنا بعد تفجير انتحاري صباح هذا اليوم. ربما هناك 8 إصابات، ولله الحمد ليس هناك شهداء في هذا الهجوم الانتحاري. في انتظار أن تأتي الأوامر بالهجوم، حتى يعني في هذه المرحلة التي نعتقد أنها ستكون جولة أخيرة إذا ما تم الاتفاق على هجوم. لا أدري متى سيكون هذا اليوم أو غير هذا اليوم، ولكن في انتظار الأوامر حول هذا الموضوع. طيب، هناك أنباء عن خروج بعض عائلات عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة عبر ممرات آمنة، ما صحة هذه الأنباء؟ يعني صراحة ليست لدينا معلومات موثوقة في هذا الجانب حتى نستطيع أن نؤكد أو ننفي ذلك، ولكن ما ثبت لدينا أنه بالأمس تم تحرير، وأركز على كلمة تحرير، لسبع نساء وأربعة أطفال. طيب، هل هناك أي ضربات جوية اليوم من قبل طيران الدعم الدولي؟ لا، حتى هذه اللحظة ليس هناك غارات جوية. كنت معنا عبر الهاتف من مصراتة رئيس المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أحمد هدية، شكرا جزيلا لك. قال مدير مكتب الإعلام بالقوة الثالثة المكلفة تأمين وحماية الجنوب محمد أجليوان إن قواتهم رفعت درجة الاستعداد الأمني في البوابات والنقاط الأمنية على الطريق البري الرابط بين منطقة الجفرة وسبها. وأوضح أجليوان أن رفع درجة التأهب جاء تحسبا لخروج عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة من سرت إلى الجنوب، منوها بأنه قد تم وضع سواتر ترابية على الطرقات. وأكد مدير مكتب الإعلام بالقوة الثالثة على أنه لم يتم رصد أي تحرك مشبوه حتى الآن حسب قوله. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الباحث في الجماعات الإسلامية شكري الحاسي. سيد الحاسي، هل يمكن القول أن ما يعرف بتنظيم الدولة هزم في سرت بعد كل هذه التقدمات، أم أنه من المبكر التصريح بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أخي الكريم. أولا نترحم على شهدائنا الأبرار الذين سقطوا وقضوا في هذه الحرب الشريفة ضد هذا التنظيم المجرم، ونسأل الله تبارك وتعالى الشفاء الجرحى. أخي الكريم، يعني نحن يجب أن نكون، يعني يجب أن نفكر من خلال الاستراتيجية الغربية التي وضعها ما يسمى بالتحالف الدولي، أن حرب سرت. نعم، نحن اليوم على أبواب، نقول نحن على الأبواب بإذن الله من انتهاء هذه المعركة، ولكن نحن نعلم أن أكثر من 500 شهيد اليوم وأكثر من 2000 جريح، وأيضا نرى عدم التدخل، حتى هذا التدخل الدولي والضربات الجوية أظن أنها محسوبة بدقة، وأظن أن منع الأسلحة كما نوه عليه الأستاذ محمد فؤاد، أظن أن هذا كله يدخل في إطار استنزاف قوات الثوار في المنطقة الغربية، ولعل هذا التنظيم أيضا ستفتح له الأبواب والممرات حتى يتجه إلى جهات أخرى. فأظن أن اليوم تنظيم الدولة سواء كان في ليبيا أو سواء كان في العراق سواء كان في سوريا أصبح دمية يحركها المجتمع الدولي لمصالحه ولقضاء مآربه. وأقول أخي الكريم، أظن أن هناك اليوم يعني حتى موجود على اليوتيوب التقرير الذي قالته نائبة في البرلمان العراقي، وبالأدلة وبالأوراق وبالإجراءات، واعترف أيضا رئيس البرلمان بأن هناك أسلحة كانت تذهب إلى قوات داعش، وأن الأسلحة الفاسدة كانت تذهب إلى قوات الجيش وإلى
العراقي إلى الجيش أو ما يسمى بالجيش العراقي. فنحن أظن أننا أمام نفس المنظومة، لكن لعل في ليبيا وجود هؤلاء الثوار وهؤلاء الأبطال يقلل من حجم هذه الخسائر وهذه الاستنزافات التي يريدها اليوم المجتمع الدولي. طيب، من المعروف سيد الحاسي أن التنظيم لا يستسلم بسهولة داخل مناطقه، ما مدى إمكانية هروب عناصر التنظيم إلى الجنوب؟ اليوم طبعا نحن أمام، بالنسبة لتنظيم الدولة اليوم ليس أمامه إلا إما أن يلقي بنفسه في البحر، كما يقال البحر من أمامكم والبحر من ورائكم والثوار من أمامكم اليوم. فأظن أن حتى بروز عمليات تفخيخ السيارات اليوم المفخخة، وأظن أنها ستتزايد نظرا لأن ليس هناك مفر وليس هناك حل آخر بالنسبة لتنظيم الدولة، لأنه اليوم يعتبر أن دفاعه هو دفاع المستميت الذي ليس له إلا أن يبدأ في قضية سيارات المفخخة حتى يريد أن يحدث أكثر نكاية في صف الثوار. لكن نحن نقول أن لعل الهروب أو التسلل الذي حدث من تنظيم الدولة كان في البدايات، ولعله حدث أيضا حتى مع خروج الأهالي من المدينة، وأظن أن المنطقة الجنوبية ستشهد تحركات لعلها في الفترات القادمة لبعض أفراد التنظيم أو التواصل مع بوكو حرام أو بعض التنظيمات المتطرفة أيضا التي تأتي من جهة الجزائر ومالي. هل تعتقد أن عناصر التنظيم سيسمحون للأهالي بالخروج من المدينة في ظل توفير قوات البنيان المرصوصة لممرات آمنة؟ لا، نحن نقول أن هذا الذي حدث في بداية المعركة، ولكن أظن أن الذين يقفون اليوم أو وجود الأهالي اليوم في مدينة سرت، أظن أن كل من كان تحت في المنطقة التي هو يسيطر عليها الآن تنظيم الدولة، أظن أنهم لن يسمحوا لهؤلاء الأهالي بالخروج. وأظن أن المعركة اليوم هي معركة بالنسبة لتنظيم الدولة هي معركة حياة وموت، وهم يرون كما قلنا أن الموت اليوم هو الطريق الوحيد، ولهذا بدأت عملية السيارات المفخخة. ولهذا نحن نحذر الجهات القيادات العسكرية هناك وأبطالنا وثوارنا، عليهم أن يأخذوا الحيطة والحذر في كل ما هو متحرك وليس سيارة فقط. فأظن أن المعركة اليوم ستشهد هذا الاتجاه، ونحن رأينا أن أكثر الشهداء والجرحى كان من العمليات من السيارات المفخخة. كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الباحث في الجماعات الإسلامية شكري الحاسي، شكرا جزيلا لك. حمل أعضاء من المجلس الأعلى للدولة المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، حملوه المسؤولية تجاه الأسر العالقة في منطقة جنفودة ببنغازي. واعتبر عضواء المجلس الأعلى للدولة فرج ساسي وهدى البناني في بيان لهما أن أي تقصير أو ضرر يطال الأسر العالقة في جنفودة سيعرض المجلس الرئاسي للمسؤولية القانونية والأخلاقية بحسب البيان. ودعا البيان الحكماء وشيوخ القبائل في أرجاء ليبيا وجميع النشطاء للضغط على الجهات المعنية لتيسير وصول هذه الأسر إلى مكان آمن. حذرت رابطة أهالي بنغازي المهجرين في بيان لها كل من يثبت تورطه في دماء أبناء جنفودة خاصة وبنغازي عامة من أنهم سيتعرضون للملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية والمحلية حسب البيان. واستنكرت الرابطة في بيانها ما وصفته بصمت بعثة الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية المحلية والدولية عن ما يحدث في جنفودة، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي لم يبذل جهودا حقيقية لإيقاف إطلاق النار في بنغازي حسب البيان.
هذا وقد أفاد مركز السرايا للإعلام بأن طائرات أجنبية دون طيار شنت السبت 18 غارة جوية على منطقة جنفودة. وأوضحت النافذة الإعلامية لمجلس الشورى ثوار بنغازي أن قوات الكرامة قصفت منطقة جنفودة بأكثر من 50 قذيفة هاوزر، لافتة إلى أن القصف المدفعي ما زال مستمرا. وأضاف مركز السرايا للإعلام أن قواتهم رصدت طائرة من نوع بريديتور وأخرى من نوع كامكوبتر، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرة حربية تابعة لسلاح الجو التابع لعملية الكرامة فوق منطقة جنفودة. ونشرت وكالة بشرى الإخبارية النافذة الإعلامية لسرايا الدفاع عن بنغازي فيديو يوضح أثار الدمار الذي أصاب المنازل بمنطقة جنفودة جراء القصف الجوي الأخير. وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف الباحث الحقوقي بمنظمة التضامن لحقوق الإنسان أحمد محمود. سيد محمود، هل لديكم أي معلومات حول أوضاع الأسر العالقة بجنفودة، خاصة بعد الغارات الأخيرة التي سقط فيها عدد من المدنيين أمس؟ السلام عليكم ورحمة الله. أولا أترحم على ضحايا هذه الغارات الغاشمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في رحمته وأن يلهم أهلهم وصبرهم، أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. الحقيقة أن الأوضاع سيئة للغاية في كما قدمت في تقريركم، والأسوأ من ذلك هو عملية أنه هو متزامن مع التحريض من جانب وتقاعس الحكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي. إلى الآن بالرغم من أن الحصار على هذه المنطقة الآن يعني داخل في شهر السادس، لم نسمع أي تنديد أو أي إدانة أو أي موقف علني رسمي من المجلس الرئاسي حتى الآن. لم يصدر أي شيء، ربما صدر بيان أو اثنين من أعضاء المجلس الرئاسي بأسمائهم، ولكن كمجلس رئاسي لم يتقدم بأي موقف إيجابي ويتحمل مسؤولية، لأن المسؤولية الأولى تقع على الحكومة الوطنية في حماية السكان. مسؤولية كاملة لما يجري في بنغازي وفي منطقة جنفودة وفي درنة، ما يجري من حصار ومن قصف، مسؤولية كاملة على المجلس الرئاسي لكي يقوم بواجبة في الحماية. إذا هو عاجز عليه أنه يطلب التدخل أو مساعدة المجتمع الدولي ليساعد في هذه المسألة. طيب، هل قمتم بالتواصل مع المنظمات الدولية للقيام بما يلزم تجاه الأسر العالقة في جنفودة؟ الصليب الأحمر ينتظر في طلب رسمي من الحكومة لكي تقوم بهذه المسألة، لكي يقوم بالتدخل، ويحتاج إلى أن هو الطرفين يقوموا بالاتفاق معه حتى يستطيع أن يتدخل ويقوم بهذه الحماية. البعثة الأمم المتحدة اللي هي تملك بحكم أن هي بعثة خاصة وليست أي بعثة كبعثتها لمندوبيتها لباقي الدول العالم، إنما هذه بعثة للدعم في ليبيا، وحيث أن الوضع إن هي ملف ليبيا لازال تابع لمجلس الأمن، بإمكان البعثة أن تطلب من مجلس الأمن أن ينظر في هذه المسألة، لأن يعني هذه مسألة تتعلق بالسلم والحرب. لكن البعثة إلى الآن كل جهودها الآن على أساس أن هي تريد أن تجلس مع الطرفين، بالرغم من أنها سمعت منذ أشهر من الطرف الثاني بأن هو ليست هناك أي إمكانية لتمكين هؤلاء المدنيين للخروج عبر البحر إلى مناطق اختاروها هم ليأمنوا فيها على أنفسهم. ولعلكم تابعتم اليومين الماضيين تصريح تسجيل موجود متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص من مدينة بنغازي، وهذا الشخص بالمناسبة لا يتحدث عن نفسه، وإنما هذا الشخص هو من ضمن لجنة مكلفة بأن يقوم بهذا العمل. الشروطات نتاعهم شروطات ناس تريد أن تبيد هؤلاء المحاصرين في منطقة جنفودة إبادة، وليست تريد لهم أي حل.
طيب إذن ما حجم المسؤولية التي تقع على الأطراف المسلحة على الأرض والجهات السياسية في الدولة؟ ما يحدث في القانون الدولي الإنساني هو جريمة حرب. استهداف المدنيين جريمة حرب ويتحمل مسؤوليتها. الكل يتحمل مسؤولية، من أعطى الأمر من هو مسؤول على رأس هذا الهرم إلى الشخص اللي ينفذ هذا الأمر، لأن هذه أوامر جرائم الحرب اللي يفترض فيها أي إنسان لا يستطيع أن يتذرع بعملية أنه هو يتبع الأوامر. شكرا. في أن يرفض أوامر استهداف المدنيين وبالتالي يتحمل مسؤولية. كذلك المجلس الرئاسي بحكم أنه هو الحكومة المعترف بها دوليا واقف موقف الخلال بوظيفته، لأن مهمته مسؤولية حماية السكان. أكرر هذا الكلام، الرئيس الرئاسي محاسب على ما يجري في قنفودة. طيب وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف الباحث الحقوقي بمنظمة تضامن لحقوق الإنسان أحمد محمود. قال المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر إنه اجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو للتباحث حول الوضع في ليبيا. وأضاف كوبلر في تغريدة له عبر حسابه على تويتر اليوم إنه من الجيد أن تحظى ليبيا بالدعم الدولي من أجل وحدتها. وأعلن المبعوث الأمريكي لليبيا جوناثان وينر عن استئناف جولات الحوار الليبي في تونس. وأفاد وينر عبر تغريدة له على تويتر بأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل على إجراء مصالحة وطنية، لافتا إلى أنه يتطلع لإجراء محادثات داخل ليبيا نفسها. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. مديرية أمن الزاوية تؤكد أن حركة المرور في الطريق الساحلي ممتازة ولم تسجل أي خروقات منذ توقيع الاتفاق على فتح الطريق. قوات البنيان المرصوصة تتقدم في الحيين 1 و3 بمدينة سرت، وتعلن سقوط 38 شهيدا وأكثر من 185 جريحا جراء مواجهاتها ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة يحملون المجلس الرئاسي مسؤولية حماية الأسر العانقة في منطقة قنفودة ببنغازي. ورابطة مهجري بنغازي تحذر المتورطين في قصف قنفودة من المراهقة قانونيا. مارتن كوبلر يقول إن ليبيا تحظى بدعم دولي من أجل وحدتها. والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا يعلن استئناف جولات الحوار السياسي الليبي قريبا من تونس. قال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن الوطني بالزاوية نبيل بوزواي إن حركة المرور في الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية وطرابلس ممتازة، حيث لم يتم تسجيل أي خروقات منذ الاتفاق على فتح الطريق. وأضاف بوزواي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عدد البوابات الأمنية المنتشرة بين الزاوية وجنزور مرورا بورشفانة يبلغ 6 بوابات ينتشر فيها أكثر من 70 فردا من عناصر الشرطة بالزي الرسمي. ودعا بوزواي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي إلى توفير الإمكانيات اللازمة ودعم الشرطة من أجل إنجاح الاتفاق. قال أمير القوة المحايدة خليفة صغير إنه جرى الاتفاق على إعادة تشغيل مطار المدينة وفتحه أمام كافة الرحلات الجوية. وأوضح صغير لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مطار أوباري مغلق منذ أكثر من سنتين، مشيرا إلى أن القوة المحايدة التي تعمل على حفظ الأمن وتثبيت الهدنة بالمدينة ستبدأ التنسيق مع مديرية أمن أوباري لتأمين المطار بعد فتحه. وأضاف أمير القوة المحايدة أن هذا الاتفاق جرى خلال اجتماع ضم قبائل أوباري والقوة المحايدة ومديرية الأمن، وناقش أيضا سبل إعادة إعمار المدينة. إلى عناوين النشرة. قوات البنيان المرصوصة تتقدم في الحيين 1 و3 بمدينة سرت، وتعلن سقوط 38 شهيدا وأكثر من 185 جريحا جراء مواجهاتها ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة.
أعضاء من المجلس الأعلى للدولة يحملون المجلس الرئاسي مسؤولية حماية الأسر العالقة في منطقة جنفودة ببنغازي. ورابطة مهجري بنغازي تحذر المتورطين في قصف جنفودة من الملاحقة قانونيا. مارتن كوبلر يقول إن ليبيا تحظى بدعم دولي من أجل وحدتها. والمبعوث الأمريكي لليبيا يعلن استئناف جولات الحوار السياسي الليبي قريبا من تونس. هذه النشرة وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تي في على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر livestation.com. إلى اللقاء.